خلينا نروح لموضوع تاني مهم جدا، وزي ما كلنا توقعنا ان الميتافيرس هيبدا يدخل في حياتنا العمليه والدراسيه. جامعه هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا قررت انها تبني حرم جامعي في عالم الميتافيرس عشان تقدر توفر على طلابها صعوبة التنقلات، وبالفعل أطلقت قاعة محاضرات في الواقع الافتراضي كجزء من خطتها الأوسع والأكبر لإنشاء حرم جامعي بالكامل في عالم الميتافيرس. وفي يعني شركات كتيرة جدا فعلا ابتدت إن هي تاخد عقارات في الميتافيرس. خلونا نشوف إزاي في التقرير اللي جاي. تقرير جديد كشفت عنه جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، وقالت إنها تبني حرم جامعي في عالم الميتافيرس علشان توفر على طلابها التحديات والصعوبات والعوائق الجغرافية اللي بتقابلهم باستمرار. وفعلاً أطلقت الجامعة قاعة محاضرات في الواقع الافتراضي كجزء من خطتها الأوسع والأكبر لإنشاء حرم جامعي بالكامل في عالم الميتافيرس. الجامعة قالت إن الخطوة دي هتكون الأولى ضمن الخطة اللي رسمتها علشان تبني ميتاكوست، واللي هتكون عبارة عن منطقة تعلم في عالم الميتافيرس. الميتاكوست تقوم بربط الحرم الجامعي في هونغ كونغ بالحرم الخاص بها في مدينة غوانغزوا علشان تسمح لطلابها بتلقي الدروس بدون أي مشاكل أو عوائق جغرافية ممكن تقابلهم خلال السنين اللي جاية. كمان الدافع اللي خلى الجامعة تاخد الخطوة التكنولوجية دي هي المشاكل اللي كانت بتقابلها لما بتستقبل ضيوف وزوار من بلاد مختلفة أثناء المؤتمرات والندوات العلمية اللي بتنظمها ضمن أنشطة الجامعة، فكان دايماً الزوار بتعتذر بسبب بعد المسافة، وبالتالي كان لازم ياخدوا الخطوة دي علشان يسهلوا عليهم الحضور في أي وقت. وبعد التجربة ما تنجح بكل نظرياتها وخطتها، هتقدر الطلبة تحضر في قاعة المحاضرات ويشوفوا زمايلهم علشان يحققوا معادلة الاتحاد والمشاركة بينهم وبين بعض بمنتهى السهولة. حتى إن الطلبة هتقدر تحضر نفس المحاضرات في الحرمين الجامعيين في قاعة المحاضرات الرقمية، وممكن كمان يتم إجراء الأيام الافتتاحية وكمان تنظيم حفلات التخرج بشكل افتراضي، وبالإضافة كمان إنهم ممكن ياخدوا الشهادات بصيغة الرموز غير القابلة للاستبدال NFT.